بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد. ايها الاحباب الكرام، ايها الاخوه والاخوات، حديثنا معكم في هذه الخاطره الموجزه حتى نتواصل مع شيخنا الكريم في اتمام هذه الصلاه المباركه عن خلق رفيع كريم هو من خلق الانبياء ومن خلق الصالحين ومن خلق كرام الناس. لا يخفى عليكم الذي جرى للصديق الكريم يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم. اتى اليه ظلم من ماذا؟ من اخوته، ثم اتى اليه ظلم من زوجه العزيز، وادخل السجن ظلما وشهاده زور وهو لم يفعل اي شيء. وظلموه ماذا؟ الناس، المجتمع الذي كان في ماذا؟ عند اهل مصر، وادخلوه الى السجن. هل يتوقع من مثل هذا الإنسان الذي ظلم أنه يقدم معروف إلى من ظلمه بعد ذلك؟ أي يتوقع هذا الأمر؟ لا يتوقع. لكن الملك لما رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خضر وأخرى يابسات، ثم سأل العلماء الذين عنده: أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون؟ قالوا له: أطراف أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. تذكر ذاك الذي أكرمه يوسف بتفسير الحلم، وقال: الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. هذا الذي فسر له يوسف الحلم. بماذا أوصاه يوسف؟ قال له: اذكرني عند ربك. فماذا جرى له بعد ذلك؟ فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن كم؟ قال العلماء: كم سنة؟ سبع سنوات. قالوا: إلى تسع سنوات. تخيل إنسان يقول: لا تنسى تذكرني، وينساك تسع سنوات، ثم يأتيك السجن بعد ذلك يقول لك: عندي شيء ساعدني فيه. أول أمر يحدث لك ماذا؟ العتب، ومثل ما نقول اللوم والكلام. جاء هذا الساقي، ساقي الملك: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات. إلى أبد يوسف مباشرة ماذا قال له؟ نسيت؟ تذكرت؟ أبدا. قال: تزرعون سبع سنين ذهبا. مباشرة فسر الحلم. أين اللوم؟ أين العتب؟ ظلمت في السجن، الذي وصيته نسي وهو ماذا؟ ساقي الملك. تخيل الذي عند الحاكم ويصب له الشراب، مباشرة يقول: ترى يا جلالة الملك، في واحد مظلوم بالسجن وأنساه الشيطان ونسي. تذكر مع الحلم. صفة العفو، هذا الخلق الكريم أحبابي إخواني أخواتي، من الأخلاق التي نحتاجها في كل زمان ومكان. تقدر على الإنسان، تقدر على الإنسان، ومع هذا تعفو عنه لخطأ وقع منه تجاهك. هل هذا الأمر بأيدينا أو تملكه؟ وأتذكر أمر آخر أيضا، هذا لنبي الله يوسف، نبينا عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل به أهل مكة؟ وهو ماذا ابن عمهم من بني أمية، ابن عمهم من بني مخزوم، ابن عمهم من قبائلهم، يعرفونه ويعرفون شرفه ونسبه والقول فيه. وبالأمس تكلمنا أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم صفات ماذا؟ الصادق الأمين. ومع هذا فعلوا به ما فعلوا، وأهل الطائف رموه بالحجارة، أهل مكة قالوا عنه الساحر كذاب مجنون. ومع هذا عليه الصلاة والسلام لما أن دخل مكة منتصرا، أهل مكة أن يظنون ماذا سيفعل بهم؟ إبادة جماعية. هذا الذي حدث. هل قتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما تقول بعض روايات السيرة، عفى عنهم وأطلق سراحهم حتى سموا بماذا؟ بالطلقات. ماذا هذا الخلق؟ يدلك على ماذا؟ على العفو. من صفات كرام الناس يقدر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الآن، السيف بيده، الجيش 10,000 فارس دخلوا على مكة وحاوطوها بالكامل، ومع هذا من بقي من الكفار رعب وهلع، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بهم؟ عفى عنهم عليه السلام. لا انتقل إلى مثل ثالث ونختم به. إنسان ابن خالته يتهم بنته بماذا؟ بالفاحشة. تخيلتم المشهد؟ ابن خالته وماذا هو ينفق عليه؟
ويعطيه، ومع هذا يأتي ماذا؟ الظلم منهم، وظلم ذوي القربى أشد مضارة على النفس من وضع الحسام المهند. فيأتيه الغدر والكلام من إنسان ينفق عليه، يتهم عائشة بماذا؟ أنها قد وقعت حاشاها بالفاحشة. فماذا قالت؟ قال والله لا أنفق على مصطح ابن قثافة. نزل العتب من من؟ من الله سبحانه وتعالى. ولا يأتم أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فماذا قال مباشرة أبو بكر؟ قال بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي وأرجع له ماذا؟ الصدقة. لأن القضية ماذا؟ انتهت الآن، أخطأ عوقب وانتهت القضية. الآن أنت قادر يا أبا بكر على أنك ماذا؟ لا تعطيه، لكن ماذا؟ الأمر أعظم من أقارب وفقير ومسكين، ومع هذا انتصر لنفسه أم لله؟ لله سبحانه وتعالى. فالقضية أحبابي الكرام قضية أن كما يقال المثل العامي، العفو عند ماذا؟ عند المقدرة. هذه من صفات كرام الناس. تقول ظلمني، لا أنا أضربه، أنا أكسر راسه. أقول تريد حظ نفسك أم تريد الأجر من الله سبحانه وتعالى؟ فالقضية العفو صفة من الصفات العظيمة، بل إن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه ماذا؟ عفو. ولهذا من الأدعية التي علمنا إياها حبيبنا عليه الصلاة والسلام: إن علمنا أي ليلة ليلة القدر، كما سألت أمنا أم المؤمنين عائشة قالت يا رسول الله أرأيت لو علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو. ما معنى العفو؟ أنك تنسى كل شيء. المغفرة أنا أستر ظلمتي أنا ساكت بس أفوتها، لا العفو ماذا؟ الإزالة بالكامل. فلما نقول اللهم إنك عفو كريم أي الذنب لا تستره، لا ماذا؟ تمحيه بالكامل كأن لم يكن. فهذا دعاء عظيم وصفة نبيلة سامية راقية أننا نتحلى بها، وإلا القلب كم حجمه؟ هذا صغير القلب ويتقلب، تحمل فيه من الآثام والأحقاد والغل، والله تمرض. ولهذا من صفات أهل الإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولمن؟ ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه صفة ينبغي أن نتذكرها ونجعلها دائما نصب عيوننا حتى ننال العفو من الله سبحانه وتعالى. هذه خاطرة عابرة، ودع مجال لشيخنا الكريم. Enfin, le coup de...